خيري، انا مقدره شعورك راجل، بس والله العظيم انا عملت اللي اقدر عليه. الحكايه دي بتحصل كل يوم وبنقراها في الجرايد كل يوم، لازم نلاقي لها حل. نلاقي لها حل ازاي؟ مش عارفه، بس يعني نبلغ البوليس. بوليس؟ بوليس لا يا عبله، بوليس لا. ليه لا؟ بوليس يا عبله يعني فضيحه، وسيرتنا هتبقى على كل لسان. يا عالم في الاخر هيقدروا يوصلوا لهم ولا لا؟ لا لا اكيد هيوصلوا لهم، انا حفظت رقم العربيه هديها لهم. برضه لا يا عبله، برضه لا. يعني ايه؟ يعني عيش كده هوت؟ ده انا اموت. يا عبله افهمي ارجوكي، حكايه البوليس دي مش هينوبنا منها غير الفضيحه وبس. وانا قلت لك الحل، وريني سكه العيال دول وانا اقتلهم بايديا دي. وبدل الجريمه تبقى اتنين؟ لازم نبلغ يا خيري. سميحة حبيبتي ردي عليا، سميحة سميحة عشان خاطري فوقي واتكلمي معايا، انا اختك سهام. معلش هي لسه ما فايتش من البنك، انت اختها؟ ايوه يا دكتور. طب اتفضلي معايا. دكتور هي سميحة بخير؟ احنا عملنا لها العملية وقدرنا على قد ما نقدر ان احنا نوقف النزيف، وان شاء الله تقوم بالسلامة. طيب دكتور هي تقدر تقوم بالسلامة وتخرج امتى ان شاء الله؟ تخرج ايه يا مدام؟ ده عايزة لها 3 أو 4 أيام على الأقل في العناية المركزة على ما تقدر تسترد وعيها. يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم، هي في غيبوبة ولا ايه؟ بس ان شاء الله تفوق منها وتقوم بالسلامة. هو ايه اللي حصل؟ جارتها بتقول انها سمعتها بضاعة واقعة، بس الظاهر ان الوقعة شديدة شوية. بس ده مش نتيجة واحدة ست حامل وقعت أو حتى حصل لها حادثة. حضرتك جوزها؟ لا حضرتك، أنا جوز أختها حمدي عبد الكريم المحامي. أمال فين جوزها؟ مسافر، والمفروض يرجع بالسلامة بعد كام يوم. غريبة. خير يا دكتور؟ لما تفوق أكيد الإجابة هتبقى عندك. عن إذنك. يا ريس. صباح الخير. صباح النور. دكتورة حبلة موجودة؟ أيوة فندم نايمة. طيب ممكن تقولي لها دكتورة حنان وهي تصحى؟ حاضر. شكرا دي عندنا مش سهلة. فكرت كتير ولقيت ان مفيش غير طريقة واحدة تحل المشكلة. طب هتعملي ايه؟ هعمل العملية الهيمونوجرافي واحاول ابدا حياتي من اول وجديد كأن مفيش اي حاجة حصلت، واعتبر ان كل اللي حصل كان كابوس جاني وانا نايمة. مش عارفة اقول لك ايه، مش عارفة، انا محتارة زيك بالظبط. لك ايه؟ انا عايز اسالك سؤال يا دكتوره. اسالي. لو اللي حصل ده
حصل لحد قريب منك قوي، بنتك مثلا، كنت هتعمل لها العملية؟ مش عارفة والله، ما انا عارفة. مخي هينفجر. مرات اقول لنفسي مش لازم اسكت على ولاد الكلب دول ويعيشوا كأنهم ما عملوش اي حاجة ويفلتوا بالجريمة بتاعته. مرات تانية اقول لنفسي ما تسكتيش، ما تسكتيش زي ما غيرنا سكتوا. طب هتعملي ايه يا دكتورة؟ هتعملي ايه؟ مش عارفة. بس بصي، انا عايزك دلوقتي انتي تروحي وانا هروح اطمن على سميحة في المستشفى. لو اخدت اي قرار هعدي عليكي واقولك. خدي بالك من نفسك. ها؟ حاضر. خليكي جامدة كده.